أهلا بيكو. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الـ cultural considerations في عملية التدريب والتعليم. احنا في الفيديوهات اللي فاتت ما زلنا بنتكلم في المحاضرة بتاعت تقديم المحاضرات كوسيلة من وسائل التعليم. فدي آخر جزء وصلنا له دلوقتي، هو الجزء ده بتاع ان في بعض الاعتبارات الثقافية اللي لازم تاخد بالك منها. وهنا انا مقصودش بس ان لو انت متعرض لان انت بتدي محاضرة لناس من ثقافة مختلفة، من بلد تانية عايشين في حتة تانية، انت مثلا في مصر وهم جايين من اوروبا، ولا حتى انت في مصر وهم من الخليج او من المغرب العربي او من الصين او من جنوب افريقيا، لا، حتى جوه بلدك الواحدة. وهنا يمكن مصر تتميز عن كتير من البلاد التانية فان هي فيها ثقافات متعددة. ساعات كتير انا شايف ان ده في اغلب الوقت ده ميزة، بس ساعات ده بيبقى عقبة في التواصل. انا ليا طريقتي في التواصل اللي تتناسب مع الطريقة اللي انا تربيت بيها او الثقافة اللي انا تربيت في وسطها، وانت ليك طريقة تانية تتناسب اكتر مع ثقافتك والطريقة اللي انت تربيت بيها. احنا الحقيقة مش هنخش بقى في محاضرة بقى عن الابعاد الثقافية وازاي هنا ايه وايه وايه، وانما هنشيل لبعض نقط بس صغيرة. النقط دي هي اللي ممكن تفرق معانا، ممكن ناخد بالنا منها، وهم ثلاث نقط اساسيين الحقيقة. اول نقطة من النقط الثلاثة دي هي مسألة الوقت. طبعا انا مش محتاج ان انا افكرك، احنا ما شاء الله سمعتنا في الوقت شكلها ايه. بس على فكرة ده واحد من الابعاد الثقافية، خلي بالك دايما من النقطة دي. يعني كنا احنا متراخين او معروف عنا التراخي في الوقت، ده مش معناه ان احنا ثقافة وحشة او بلد وحشة او ناس وحشة، وانما البعد او المفهوم بتاع الوقت واهميته بتختلف من ثقافة للتانية. احنا عندنا الوقت ما احناش ادقاء فيه كفاية. لما نيجي نقول هقابلك كمان نص ساعة، لما تبقى ساعة محدش بيزعل. اوكي، طبعا انا مش بشجع ده، لان انا نفسي احب الدقة في الوقت. الوقت بالنسبة لي بعده بالدقيقة مش بالساعة. لكن ده مش معناه ان انا انفصل تماما عن الثقافة اللي انا عايش في وسطها. انا النهاردة لما باجي اتكلم معاك واجي ادي محاضرة، يا جماعة هنتقابل هنا كمان نص ساعة، اجي انا في معادي. اولا دي حاجة مهمة، انت لازم تلتزم بمعادك. لكن ما تزعلش من اللي مش هيلتزم بمعاده، حاول تشجع الناس، يا جماعه اتاخرتوا ليه؟ هتلاقي كم واحد موجودين بدري متشكر ان انتم موجودين في ميعادكم وكتر خيركم. انا ابريشيت الكلام ده، انا اقدر فعلا ان انتم بتيجوا في مواعيدكم. اول واحد يجي بعديك لحقتني، برافو الحمد لله ان انت جيت في ميعادك. اللي هيجي بعديك بخمس دقايق، اللي هيجي بعديك ب10 دقايق، واللي دي طبيعه ايه المجتمع بتاعنا. لو دي حاجه بتضايقك قوي وتمثل بالنسبه لك جانب مقلق ومزعج جدا في التعامل مع الناس، وضح الكلام ده للناس. حقك، انت ليك حق ان انت بتحط القواعد اللي هتدير بيها الكورس بتاعك والمحاضرة بتاعتك. لكن لو ما انتش فعلا بتتضايق قوي، لو الموضوع بالنسبة لك فيه مرونة، ما تضايقش على الناس، لان الناس ما تربتش على كده. الناس مش وحشة، بس احنا عندنا بعد مختلف، عندنا احساس مختلف. تبقى قاعد مع واحد يقول لك هجي لك كمان ربع ساعة، ربع ساعة دي تقلب بساعتين على الساعة، لكن هي بالنسبة له ربع ساعة كان بيخلص حاجة وخلصها وجالك. خدت بالك؟ فأنت خلي النقطة دي في اعتبارك. لو الموضوع لا يشكل بالنسبة لك مشكلة كبيرة حقيقية، خليك أنت تراخى مع الناس علشان ما تعملهمش إزعاج. الجانب الثاني من الجوانب الثقافية اللي محتاجين ناخد بالنا منها، موضوع البروكسيمكس. البروكسيمكس المقصود بيها قد ايه الناس بتبقى مستريحة وهي قريبة من بعضها او مش قريبة من بعضها. هنا برضو في اختلافات شخصية زي ما في اختلافات
في وسط الثقافات المختلفة، في اختلافات شخصية. ونرجع زي ما بقول لك، لو هركز على مصر فأنا في مصر عندي اوريدي تعدد ثقافي خلاص. بشكل عام انت حافظ على مسافة بينك وبين الناس اللي بتكلم معاهم من باب احترام خصوصياته. ممكن او البني ادم اللي قدامك ده ما تكونش تفرق معاه ان انت قريب قوي منه، لكن في واحد تاني هتفرق. اللي مش هتفرق معاه مش هيزعل لو ان انت فضلت بعيد، لكن اللي بيتضايق هو اللي هتفرق معاه، هيحس بقلق، هيحس ان انت اقتحمت خصوصيته، اقتحمت المساحه اللي هو مخصصها لروحه او اللي بيحس فيها بالراحه. فخلي بالك من النقطه دي، ما تقربش قوي من الناس. ولو حد قرب منك وانت بتتضايق من ان حد يقرب منك، خليك برضو ايه، تعامل مع الموضوع بمرونه. ارجع انت لورا، انت الناس بتفهم بعضها. اول ما انت حد بيقرب منك وترجع انت لورا خطوه مثلا، هيفهم ان انت ما بتحبش تبقى ايه قريب قوي. في ناس مش هتفهم بسهوله، لو انت بتتضايق قوي قولها له بصراحه، معلش انا ما ببقاش مستريح اما حد قريب مني قوي. خلي بالك من الحاجات دي، وخصوصا لو ستات ورجاله بيتعاملوا مع بعض. انا مش هقول ايه صح او غلط، ده مش شغلتي، انا مش شغلتي ان انا احكم على ان الفكره دي صح او الفكره دي غلط. بس بشكل عام لما كمان الموضوع بيبقى في راجل وست، ممكن الموضوع يحتاج منك انتباه اكتر ومراعاه اكتر للمسافه اللي بينك وبينهم. فده موضوع البوكسيمكس، وده موضوع برضو من المواضيع الثقافية اللي بتختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد ومن مجموعة لمجموعة. فحطه في اعتبارك وانت خليك في الناحية اللي هي ايه، الناحية الكونسيرفاتيف، الناحية اللي هي فيها يعني مش هتضايق حد اكتر. اوكي، يجي بعد كده الموضوع الثالث والاخير او ثالث نقطة تهمني برضو، موضوع التلامس. والله موضوع التلامس ده برضو ده موضوع ثقافي على فكرة. طبعا في ناس بتاخده بمنحى ديني وانا احترم وجهة النظر دي، لكن انا بس واحد من الناس ممكن بسلم على ست تسلم عليا اسلم عليها عادي، ما فيش مشكلة. في ناس تتضايق من حاجة زي كده، انا ما افرضش ثقافتي على التاني، انا ما افرضش ثقافتي على الاخر. لو مديت ايدي لواحدة ست وما سلمتش عليا، بكل احترام لازم ايه ارد لها التحيه من غير ما اصر انها لازم ولا احرجها وافضل مدد ايدي، انا بحرج نفسي زي ما بحرجها، والعكس بالعكس. اوكي، فانت ليك حدودك الثقافيه اللي بتلتزم بيها. من ضمن الحاجات طبعا الملامسه بقى في غير السلام. يعني يمكن سبقت كلام جبت الاول من الاخر، لان اكشولي يمكن اخر هنا اخر حته موضوع السلام ده وان احنا بنتكلم فيه. لكن لو رجعنا الملامسه بشكل عام، احنا كثقافه الملامسه ما بين الراجل والراجل والست والست عندنا شيء سهل جدا وكتير وعادي. برضو حتى لو انت راجل وبتطبطب على كتف راجل وحسيت انه اتضايق، لازم انت تبقى منتبه للحته دي. ما حسيتش انه متضايق، خلاص. ست مع ست، راجل مع ست او ست مع راجل، هنا يرجع ثقافتك وثقافه المجتمع. ثقافه المجتمع بشكل عام ما بتقبلش حاجه زي كده. مجتمعنا اجين، انا مش بحكم على ايه الصح وايه الغلط، انا مش في موقع حكم. لكن بشكل عام انت تجنب ان انت تمد ايدك لان انت تطبطب مثلا، انت راجل وهتطبطب على كتفه ست، برافو عليك. او لو حتى في فرق كبير في السن، حتى فرق مع فرق السن ما زال الثقافه بتاعتنا ما بتسمحش بكده. انا شخصيا بلتزم بكده على فكره، يعني انا بلتزم بكده، لكن هنا انا ما بقللش من الطرف الاخر، ما بقللش من لو الاخر ما بيلتزمش قوي بكده. لكن لو انا جات واحده حطت ايدها على كتفي وهي بتتكلم معايا، مش جايه يعني تعكسني، يعني باحترام شديد اقوم انا ساحب نفسي، وهي على طول هتحس انا اتضايق ان واحده ست تحط ايدها على كتفي. دي حاجه راجعه ليا، مش معناه ان هي ست وحشه وانا اللي راجل كويس او العكس، وانما دي مساله ايه، انت بتستريح ليه وما بتستريحش ليه. فالمهم، فانت خليك على الجانب الكونسرفتيف تاني. ليه؟ علشان ما تديش فرصه ان حد يتضايق منك.
النهارده لو ان قاعدين قدامك ما تفرقش معاهم بعضهم، تفرق معاهم بعضهم ما تفرقش معاهم، اللي مش تفرق معاهم ما فرقتش، لو طبطبت عليه طبطبت، ما طبطبتش مش فارقه، مش كده؟ لكن الطرف الثاني او المجموعه الثانيه هي اللي هيتضايق وهيقفل منك. خلي بالك من كده، يقفل منك. ارجع واقول لك اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا عايزين نخلي التواصل بيننا وبين الطرف الاخر، الطرف المستمع لينا، تفضل مفتوحه علشان يستمعوا لينا دايما ويستمعوا لينا بانتباه طول الوقت. طيب احنا كده وصلنا لاخر المحاضره دي، هي المحاضره دي اطول محاضره في الكورس، ازاي تعد وتقدم المحاضرات lectures as instructional methods. في المحاضرة دي احنا ابتدينا بازاي تعد للمحاضرة، تستعد ليها، تلم معلومات شكلها ايه. برضو بعد كده اتكلمنا على ازاي تجهز المحاضرة، واتكلمنا على بعض التولز بسرعة كده اللي ممكن تعمل بيها فيديو، اللي ممكن تعمل بيها سلايدز او بريزنتيشنز، او اللي ممكن تعمل بيها صور ورسومات، وحتى في الداونلود برضو ممكن تنزل حاجات من منين. وبعدين اتكلمنا على ازاي انت تعد نفسك قبل ما تخش المحاضرة، واتكلمنا عن ازاي تبدأ المحاضرة بتاعتك، وجوه المحاضرة تتكلم وتقول ايه، وازاي تحافظ على تواصل الناس معاك. دي كلها حاجات مع بعضها ممكن تتحط تحت البند بتاع ما يسمى بالكوميونيكيشن سكيلز. طبعا الكوميونيكيشن سكيلز موضوع واسع، ممكن في اوريدي كورس محطوط على الاكاديمي اوف نوليدج كامل عن الكوميونيكيشن سكيلز، لو تحبوا تبصوا عليه، في اجزاء من اللي احنا اتكلمنا فيها تلاقيها اجزاء من اللي موجود على الكورس ده. المهم ان ده الاساس اللي عايزين نحافظ عليه في الكوميونيكيشن سكيلز، والكوميونيكيشن سكيلز ما بتجيش غير بالتدريب، لازم تتدرب، لازم تجرب مرة واثنين وتلاتة. لو خايف ان انت تحرج وتتعرض لإحراج يبقى ما تشتغلش في التريننج. هتتعرض لإحراج، هتتعرض لمواقف مزعجة، هتتعرض لسؤال بايخ، هتتعرض لواحد بيغلس عليك. اذا ما كنتش عندك استعداد ان انت تتفاعل مع الكلام ده بشكل ابتسامتك ما تنزلش من على وشك، بشكل انت دايما في التفاعل بتاعك تفاعل ايجابي، يبقى ممكن ما تتعبش نفسك في الشغلانه دي. احنا هنا في كورس train the trainer، ترينر لازم يستعد للحاجات دي كلها ويتعامل معاها بقلب مفتوح وابتسامة وبطريقة إيجابية، ما يزعلش منه حد. ده مش معناه ان احنا ملايكة، احنا هنغلط وهنقع في أخطاء، بس دايما بنتعلم من أخطائنا. اما نكمل في الكورس ده هنرجع لموضوع نتعلم من أخطائنا ده، والموضوع الكونتينيوس امبروفمنت والكونتينيوس ديفلوبمنت اللي لازم نحافظ عليه كترينرز عشان نبني كارير في موضوع الترين. أرجو أن أكونش طولت عليكم، وأرجو أن تكون المحاضرة دي كويسة عجبتكم. إن شاء الله في المحاضرات الجاية هنبتدي نتكلم عن الأكتيفيتيز بقى كإنستركشنال ميثودز والديمونستريشنز كإنستركشنال ميثودز، وبعدين نبتدي نخش في المواضيع التانية بتاعة الكورس بتاع ترينينج أوف ترينرز. أشوفكم على خير إن شاء الله.